ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استنشق واستنثر مر علينا في حديث الأمر، فليستنشق بمنخريه من الماء، وإذا توضأ أحدكم فليستنثر. أما التمضمض فقد ورد في السنن وصححها الألباني: إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. الاستنشاق والاستنثار عرفنا بأنه جذب الماء بالنفس، والاستنثار دفع الماء بالنفس. أما المضمضة فهو تحريك الماء في الفم أقل إدارة، يقولون إدارة الماء في الفم أقل إدارة. أما الذي يشرب الماء ويمجه هذا ما يسمى تمضمض. المضمضة هو تحريك الماء في الفم أقل حركة تسمى مضمضة.